حتى لا تفوتكم هذه المعلومة، غسل الأسنان بشكل منتظم يقلل من الإصابة بمرض القلب. فقد أفادت أبحاث أجراها باحثون بريطانيون أن الأشخاص المصابين بأمراض في اللثة يزيد لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب والسكري، لأن الالتهاب في الجسم بما في ذلك الفم واللثة يلعب دورا في زيادة انسداد الشرايين. الرابع عشر من هذا الشهر، اليوم العالمي للتبرع بالدم، مناسبة للاحتفال بكل من يعود لهم الفضل مباشرة في إنقاذ أرواح ملايين المرضى وتحسين حالتهم الصحية عن طريق التبرع بدمهم طواعية وبشكل منتظم. الثامن عشر من هذا الشهر، اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الروماتيزم، مناسبة سنوية تهدف إلى التضامن مع جميع مرضى الروماتيزم وذويهم من خلال تسليط الضوء على أمراض الروماتيزم المزمنة.